السلام عليكم حبيباتي، وش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم بخير. اليوم طلعت عليكم فيديو جديد وروتين جديد كالعاده. الفيديو تاعنا نهار اليوم راح يكون فيه وصفه صيفيه بزاف بنينه، وثاني راح ندير معكم روتين البنات. وفي البداية نبداو بالصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وثاني ما ننساوش نرحبوا بكامل الناس اللي دخلوا القناة جدا، نقول لكم مرحبا بكم ونورتوني من كل الولايات وشرفتوني حبيباتي. ما تنسونيش من دعمكم واشتراككم في كل الفيديوهات اللي نطلقهم لكم باه تعم الفائدة أكثر. هنايا البنات الفيديو هذا بديتو معكم هنايا بالغسيل، غسلت لهم هنا هما الأولين. كم على بالكم يعني السوايع يبقاو لنا هكا تاع العشاء ولا مع الفنان جلسة القهوة لازم يتغسلوا مع الصباح، يتغسل كلش. ومن بعد وليت درت الغدا، يعني حتى نظفت الحالة مليح ومن بعد وليت الغدا. الغدا اليوم البنات درت حاجة خفيفة وحاجة بنينة، درت كراتها مقرونة تجي تهبل تهبل. هنايا هذا المقرونة البنات دوك تشوفوا كيف درتها، درتها حاجة سهلة ما كثرتش فيها الحوايج وجات بنينة ومفرمجة تسخف. على باليكم كامل تحوسوا على الوصفات الخفيفة دوكا مع الصيف مع السخانة هذه. الماكلة عندنا ما نقدروش يعني نديرو حاجة هكا مراقي ولا عاد حاجة خفيفة، ويا ربي هذا ما كان. هنايا البنات كيما راكم تشوفوا راني نغسل الفلم وعن شللتهم عاود حطيتهم هكا نشفو شوية ومن بعد خبيتهم. وثاني البنات اذا حبيتوا وصفات صيفية هكذا حاجات خفيف قولوا لي برك في الكومنتير وانا نحطهم لكم ان شاء الله. لهنا البنات راح ندير هالمقارونه تجي بلاصوص تجي تهبل. المهم انا درت هذه هكا تاع البركه ودرت الشكل هذا. المقارونه على بالكم كاين فيها اشكال بزاف، ديروا واش حبيتوا نتوما واش كانت عندكم. المهم حابه ندير لكم وصفه البنات بنينه وسهله، وثاني حاجه تاع صيف بنينه برك حاجه خفيفه. الفورماج شريت ثاني هذا تاع البربر هذا ها هو تاع لي كراتا ومنكم على بالكم، شريت غير هذه الصغيره برك. لهنا ثاني درت هذا تاع القطعه هذا. شوفوا البنات هذا كي تحبوا تشريو اشريو بالميزان هكذا باه ما يفزد لكم، شريتو دوكا الصيف ثم على بالكم بلي الفورماج يفزد مالغري تحطيه في الفريجيدير ولا غير دوره من لقاه يفزد لي خماج مره، يعني مالغري ونغطيه مليح هكذاك ويعاود يفزد. ودرت حندير فيها هذا ثاني حابه تهجيني مفرمجه الله يبارك. وحندير لها ثاني لاصوص تاع الكريم فريش هذه دوك تشوفوا كيفاه نديرها البنات. وعندي طرف دجاج هنايا خلاص نبدلو شويه من اللحم دوك نوليو للدجاج، ساعه هكذا ساعه هكذا. المهم هذا الدجاج ثاني سكالوب هكذا دوك نخدمو برك وتشوفوا كيفاه نديرو. ها هي البنات هذو هما المهم، هذا واش راحين تحتاجو مع شويه توابل باينه. توابل دوك تشوفوني واش نحط فيها كلش وخلاص، يعني حاجه خفيفه وتجيكم حاجه بنينه سيرتو دوك مع الصيف، خفيفه ظريف وعقب هذا مكان. هاي البنات دوك تشوفوا كيفاه نديرها. هنا البنات راني حنحط الملح والزيت، لازم الزيت باه ما تلصق لكمش المقارونه تاعكم، يعني كي ديروها تجيكم مليحه. بس كاين اللي تلصق لهم بعد تعجن لهم ما تجيش مليحه، ولا ثاني الماء كي ما تكثروا لهاش بزاف تتعجن لكم من بعد تلصق كامل في بعضها. ها المهم هاني حطيت الزيت والملح شوي. لهنا ما درتش انا شكاره كامله، راني درت مبقى زغبه منها بزاف، من بعد يزيد تعاود تنفخ. راكم على بالكم بلي المقارونه تتنفخ تما تجي بزاف مع لي صوص وشويه دجاج. هذيك هي راني حنحطها دوك تغلي ومن بعد نعاود نديرها كي نشوفها نقص لي داك الماء اللي فيها باه نحيها ما نخليهاش تنشف طول باه تجيني مليحه. وعندي لهنا طرف دجاج. المهم واش كان عندكم ثاني دجاج، لما عندكش تقدري ما ديريش طول، يعني ما تقعديش تكلفي في نفسك بزاف والله ما عنديش الدجاج كيف نخدمها دوك عادي. المقارونه ديريها بلي صوص ثاني تجيك بنينه بلا دجاج والله. لكن عندك اللحم ديري اللحم، على بالي دوك مازال عندكم اللحم تقدروا ثاني ديروها باللحم. وبصح ثاني حبيت نبدل شويه على اللحم نديرو شويه دجاج هكذا نبدلو شوي، يعني من العيد الانسان ياكل غير في اللحم كرهنا من اللحم. نديرو شويه دجاج انا لهنا البنات وكان مكونجلي وشويه يابس تما نقطع فيها بالسيف وحنقطعهم هكذا، يعني هكذا قطع شوي كبيره مانيش راح نديرهم قطع صغيره.
على الاقل كي تاكلوهم هكذا تحسوا البنه تاعهم، تحسوا بيهم، مش كي تقطعيهم صغار بزاف يزيدوا يطيبوا تعودي ما تحسيش طول بالدجاج هذاك. هاهم كيف راني نقطع فيهم، ولا بيليكم كرهتوا يعني من الغداء والعشاء كل يوم هذه الوصفه راح تهنيك باذن الله، يعني تعجبكم وتجيكم بنينه تهبل. عندي الفلفل الاحمر الحلو وشويه حار ثاني ديروا له الحار، وعندكم الفلفل الكحل والكمون، هذو هما التوابل اللي ديروهم. ها لهنا نشوفوا اللي حنديرهم في طبسي خير هكذا باه نخلطهم مليح ونولي ان نحطهم على الدجاج هذاك، يعني حتى نخلطوا التوابل كامل في بعضهم وديروهم في الدجاج يجيكم هاي البنات. شوفوا والله يعني هذه الوصفه ننصحكم تجربوها، وعلى بالي البنات بزاف اللي يشتيوا المكرونه بلي صوص، ولا الاولاد صغار ثاني كي تحبي ديري لهم هكذا حاجه خفيفه، حتى المكرونهكم على بالكم يعني توجد بالخف يعني ثمثم وانتي موجدتها، ايش حاجه اللي صعيبه ولا تقعدي تسعفري معها ثمثم توجد لك. يعني الفلفل الكحل انا ما نشتيش نكثر منه، ديما نحط غير شوي برك هذا مكان، وندير لها لهنا ثاني شوي ذواقه البنات. ها هي هذا هما التوابل يعني اللي درتهم مع شويه ملح وخلاص. الملح ما تكثروش بزاف على خاطر كلش مالح، الدجاج يتملحوه، المقارونكم ملحتوها ثاني، الفرامجكم على بالكم يجوا فيهم الملوحيه، تسمى ما كان لا تكثروا ومن بعد توليو في حل وربط ما عندكم كيفاه ديروا لها. هاي خلطتها هنايا شويه وخلاص، وهنايا حنزيد لها شويه برك يعني طماطم هذه تاع العلب، ودوك نخلط فيها الدجاج. الدجاج هنا باه يتسبل لي مليح، شوفوا اذا حبيتوا يجيكم بنين ديروه شويه من قبل بنص ساعه ولا، ومن بعد بداو طيبوه باه يجيكم هايل هذاك التوابل كامل يتشربهم باذن الله. دوك نعود دائما نبارطاجي لكم لي روتين فيهم وصفات يعني ساهلين هكذا باه يعجبوكم كامل، وثاني الحاجه اللي تقدروا كامل ديروها في دياركم وحاجه سهله. دوكا الصيف انا على باليكم غير مع الحاله خفيفه برك خفيف خفيف، وانتم معقبينها حتى والله الماكله كي تكون ثقيله ما تتكلش في الصيف مع السخانه الانسان ما يقدرش ياكلها خلاص، الواحد عادي يحوس غير على حاجه خفيفه وبنينه حاجه بارده ثاني تبرد القلب. الله الله ها هو البنات الدجاج هاني ندهن فيه بهذيك التوابل باه يجيكم بنين. شوفوا سواء لحم ولا دجاج لازم تسبلوه مليح ولازم تخليوه يدير في ذاك التوابل تاعو باه يجيكم بنين يجيكم مليح. ها هم لهنا البنات راني حندير هذاك الدجاج هذو السكالوب راح نحطهم يتقليو. ها هم اقليو ماكدا وما تحمروهمش بزاف، خلي يعني الدجاج دقيقه يطيب لكم، ما تزربوش يعني ما تزيدولوش النار وتخليوه حتى تحرق لكم الحاله ولا غير بالعقل برك هكا نقصوا لنا شويه الزيت برك ما تكثروش وخلاص. دوك لاصوص اللي تقعد لي تاع القليان هذيك دوك تشوفوا البنات كيفاه نكمل، يعني مانيش حنغسل هذه بعد ما المقله هذه بعد ما نكمل فيها، دوك هذيك اللي تقعد لي الزيت هذاك اللي طيبت فيه نكمل زيت نقلي فيه نقلي فيه البصله وشويه ثوم. ها غير تشوفوا متحمروا لكم شويه هكذا قلبوه ما تزيدوا لهمش النار برك ما يتحرقوا لكم يجيكم محمرين يهبلوا. دوك البنات ها طابولين نحيهم يعني ما تخليوش يتحرقوا لكم هكا يتحمروا برك في هذيك الاحمرار هذاك باه يجيو بنين. هذا مكان ها هي الدجاج كما قلت لكم دقيقه يطيب لكم يعني مش راح يطول لكم في طيابه خلاص. دوك نزيد شوفوا البصله انا درت نص حبه مش بزاف شويه برك هكذا باه ندير بها لاصوص هذا مكان هكذا، ونحطها في المقله هذه نفس اللي طيبت فيها الدجاج هذاك باش تقعد البنه والبصله يتنسم الدور ثاني، نزيد لها الكريم كراش ونزيد لها الفرامج نزيد كلش على بعضها. ودوكا حنزيد لها الكريم فريش انا درت هذه صغيره برك، المهم هذه تاع الطبخه كاينه البنات تاع الطبخ وكاينه تاع الحل. ها هي لهنا شوفوا الكريم فريش كون تصيبوا حطوها كامل زيدوا لها شويه حليب انا جاتني قليله تما حنزيد لها هنايا شويه حليب باه تجيني مليحه وتجي بنينه تجيكم قلت لكم حاجه مفرمجه الله يبارك. ودوكا نزيد لها المقارونه كي تكونوا صفيتوها من الماء، المهم صفيوها دوكا تحطوا كلش في بعضه، الدجاج هذاك تخليوه هو الاخر. البنه يا البنات البنه شوفوا المقارونه الموت عليها سيرتو كي تكون بالفرماج خير من تاع الماركا تجيكم بنينه تاع الفرماج خير.
اعتذر على الاصوات هذه. المهم هنا البنات هاني زدتها شويه حليب وخليها حتى تتشمخ مليح مليح. ودوكا زيدوا لها من فوق الفرماج اللي كان عندكم، غطيوها هكا بالفرماج من فوق وخليوها حتى تطيب لكم مليح. ها هي هناني غطيتها كامل، وحنزيد لها هذا الفرماج، هذا تاع الفرماج طري هذا، زيدوا هكا كميه منه وخليوهم حتى يذوبوا لكم. ها هي شوفوا كيفاه تجيكم، تجيكم تهبل. دوك تشوفوها البنات كيفاه كيطيب، تجي تسخف تسخف. هنا شوفوا هاي كمل الطابس. دوكا البنات نحطوا لها الدجاج اللي طيبته ثاني، شوفوا كيفاه كيطيب ويكمل مع طريف الدجاج هكذا. وسمديها الاولاد كلها تجيكم بنينه تهبل البنات، شوفوا كيفاه تجي تسخف. دوك نحط لكم في الطبسيبه تشوفوا البنه على اصولها. وهذا هو البنات طبقنا اليوم، شوفوا كيفاه تجيكم، تجيكم فرمجة، تجيكم هايله بنينه مع اللحم هكا شويه دجاج، تجيكم تسخف. ها هي كيفاه جاتني، وان شاء الله نتوما ثاني تعجبكم الوصفه حبيباتي وتجربوها ثاني.